محطتنا التالية يا نرمين، البيمارستان لفظة فارسية الأصل مركبة من كلمة بيمار وتعني مريض أو مصاب، وستان وتأتي بمعنى دار، وبهذا يكون معنى بيمارستان دار المرضى. أكيد صحيح سمر. كانت البيمارستانات على نوعين، بيمارستانات ثابتة وهي التي تكون مبنية ولا يمكن نقلها، كانت منتشرة في أكثر المدن الإسلامية وخاصة في المدن الكبرى، وبيمارستانات متنقلة وهي ما يمكن نقلها من مكان لآخر بحسب الظروف كحالة الحروب، تفشي الأمراض والأوبئة، وفي معالجة من في السجون. لنحكي أكثر عن البيمارستانات بين الماضي والحاضر. بيسعدنا نرحب لليوم بإلهام محفوظ وهي باحثة وأمينة متحف الخط العربي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. هلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن نشأة البيمارستانات بالماضي وسبب أكيد نشأتها. لا، سوريا غنية بالتاريخ، سوريا مخزن التاريخ، ويقال إذا كانت حضارات الشعوب تقاس بما تقدمه من فنون وعلوم وحضارات فلسوريا قصب السبق في هذا المجال. هلا بالنسبة لسوريا فيها الكثير من البيمارستانات، في كثير ناس ما بتعرف شو يعني البيمارستانات. للأسف في ناس بيفكروا إنه البيمارستان إنه مشفى لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، ما بيعرفوا أهمية بيمارستانات ومن خرجت هذه البيمارستانات. نعم. هي حقيقة من مفاخر العمارة العربية الإسلامية، ووجودها يعني بأهم عواصم مراكز إشعاع العلم والحضارة. هي موجودة في دمشق، موجودة في بغداد، موجودة في القاهرة، موجودة في القدس، فكل عواصم الحضارة العربية الإسلامية كان فيها البيمارستانات. وبالمناسبة البيمارستانات هي ثمرة من ثمرات الحضارة العربية الإسلامية، ووجودها مثل وجود المدارس ووجود السبل المائية ووجود الخنقاء، كلها دعم للإنسانية ودعم للخير ودعم للعلم والمعرفة. بالنسبة للبيمارستانات هو فعلا بيمار هي كلمة مقطعة فارسية الأصل، دار للمرضى. أيضا كانت تقوم بثلاث مهمات، يعني كانت مكان للتطوير والبحث العلمي، وكانت أيضا مكان لمعالجة المرضى بشكل نظري وبشكل عملي، وهذه الطريقة أخذها الغرب الأوروبيون من أجدادنا العلماء العرب والمسلمين الذين كانوا يطبقوا هذه التقنيات القديمة في البيمارستان النوري اللي يعتبر من أهم البيمارستانات. موجودة في دمشق. في دمشق طبعا، في دمشق بالمناسبة في 4 بيمارستانات. هذا سؤالي كان لحضرتك اليوم، خلينا نحكي ونضوي على أهم البيمارستانات الموجودة بسوريا بشكل عام وبدمشق، وخلينا نحكي عن وضعها الحالي هو شو. طبعا هي محاضرتي كانت في متحف الطب والعلوم عند العرب بعنوان عن البيمارستان بين الماضي والحاضر. هلا بدمشق في 4 بيمارستانات، أولها هي مجزمة الوليد بن عبد الملك. بعصر الوليد بن عبد الملك هو كان العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية، وله مقولة: لا تسألوا الناس، والله لأجعلن الزمن أحب إلى أهله من السليم. المقصود بهي أنه اللي معهم أمراض مزمنة، أنه في أحيانا بعض الأهالي وبعض العائلات بيصير في عندها نفور إذا كان حدا عندهم مريض في أمراض مزمنة. صحيح. أو مشاكل يعني صعبة، لكن كانت بفترة الوليد بن عبد الملك قال: لا تسألوا الناس، وأوصى لكل مقعد مشلول بشخص يقوده، وأوصى أيضا بكل ضرير قائد يقوده يساعده. هذه يعني المعلومات اللي تم توثيقها بفترة العصر الأموي بالوليد بن عبد الملك، ذكرتها طبعا في كتاب اللي هو البيمارستانات في دمشق، وتناولت صور قديمة لبعض الرحالة اللي صوروا كيف الجامع الأموي في القرب منه كان هناك مجزمة. ومرض الجزام هو مرض بيصيب أطراف الأصابع وأطراف الأقدام، وهي حقيقة تاريخيا يعني العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية. أنتقل إلى البيمارستان الثاني اللي كان اسمه البيمارستان الدقاقي أو البيمارستان الصغير، وهو بالقرب أيضا من الجامع الأموي. نعم. ومن ثم هناك البيمارستان النوري اللي هو البيمارستان الكبير، وأيضا هناك البيمارستان القيمري، ويوجد في حلب البيمارستان الأراغوني اللي مشهور على مستوى. حقيقة ذكرت المستشرقة الألمانية زيغريد هونك بكتابة ذكرت أنه المفارقات كيف يتم المعالجة في البيمارستانات في بلادنا الحبيبة التي لها جذور تاريخية عظيمة في الحضارة وفي الطب وفي الأقربازين اللي هو دستور علم الصيدلة. نعم. وذكرت المفارقة كيف كان يتم معالجة المرضى في أوروبا. في أوروبا كانوا يقومون مثلا بضرب اللي عنده أمراض نفسية وعصبية بالصياط، ويعتقدون بالعقاب الإلهي للخطيئة، ويعتقدون أنه في شياطين أو جن لابسوا للمريض. في حين في عندنا بنفس الفترة بأكثر من 800 سنة اللي عمر البيمارستان النوري 549 للهجرة 1154، كانت التقنيات تعتمد على العلاج. أكيد. باللون الأخضر والموسيقى والماء. أكيد البيمارستان النوري أهم المراكز التاريخية في دمشق، بناه
نور الدين محمود الزنكي، خلينا نحكي عام 1154، خلينا نحكي عن البيمارستان النوري على أقسامه، خلينا نحكي عن طاقته الحلوة، طاقته الروحية الموجودة فيه. أنا رحت زرته، طاقة فظيعة الموجودة فيه للبيمارستان، يعني استغربت من الراحة النفسية اللي بيعطينا إياها. خلينا نحكي عنه بشكل أكبر. هلا بتوفر بالبيمارستان الخضرة والماء والعمارة الحسنة. العمارة اللي موجودة حقيقة هي من أجمل المباني اللي موجودة، وحقيقة العلاجات هي الطبيعية اللي كنا ضروري كان وجودها بالبيمارستانات. فنور الدين الزنكي عندما أنشأ هذا البيمارستان 549 للهجرة، وهذا بالمناسبة موثق على الباب المعدني، فيه مكتوب عز لمولانا الملك العادل والعالم العابد الرابط نور الدين ركن الإسلام والمسلمين أبو القاسم ابن آقي سنقر نور الدين الزنكي. بس هو عمله أنه يكون مخصص للفقراء والمساكين حصرا، ولكن إذا الأغنياء احتاجوا شيء من الدواء احتاجوا يتفضلوا على البيمارستان، لكن أبعد الاحتمالات أنه الأغنياء لكن أكيد. الفقراء هو كان هذا يعني من أهم ما أوصى به نور الدين الزنكي، أنه معالجة ودعم المرضى الفقراء. وهناك بالمناسبة الكثير من الطرائف أن هناك من كان يدعي المرض كي يتسنى له الدخول للبيمارستان، وكانت علامة شفاء المريض أن يأكل فروج، هي دليل أنه هو صح وتعافى. وهناك ابن شاهين الظاهري ذكر أحد هذه الطرف أنه هناك من دخل وبعد 3 أيام كتب له الطبيب أنه كشفناك، أنه عرفنا أنه أنت يمكن عم تكون لحضرتك جهود توثيقية للبيمارستانات بسوريا، منهم البيمارستان النوري، وفي كمان كتيبات مع سمار. خلينا نحكي عن آخر شيء سريعا عن هي الجهود اللي عم تقومي فيها حضرتك. بالفترة اللي أنا استلمت أمانة متحف الطب والعلوم عند العرب، حرصت أنه ألف كتاب عن البيمارستانات في دمشق، وحرصت أنه وصل برشورات باللغة العربية والإنجليزية والألمانية، لوصل كمان للناس أنه في كتير ناس بيفكروا أنه مشفى الأمراض النفسية والعصبية، لكن ابن النفيس الدمشقي كان من أهم العقول اللي تخرجت من البيمارستان النوري، وقال لو لم أعلم أن تصانيفي تبقى مدة 10,000 عام لما وضعتها. ففي علماء عرب ومسلمين ذكروا ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء من الأطباء اللي درسوا بالبيمارستان النوري أكثر من 400 طبيب، وكان على رأسهم ابن المطران وابن حمدان الجراحي اللي كان يعمل عمليات جراحية على مرأة من تلاميذه. وهي الطريقة أخذ الغرب من علمائنا العرب والمسلمين بأنه بشكل نظري وبشكل عملي، وهي اسمها الطريقة الإكلينيكية. بالمناسبة أحسن ما شاف في أوروبا تعتمد التقنيات اللي كانوا أطبائنا يعني يشتغلوا فيها بالبيمارستان النوري. دمشق وسوريا كانوا وما زالوا يمكن هن مهد الحضارة والعلم. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا إلهام محفوظ، وحضرتك باحثة وأمينة متحف الخط العربي. يسعد صباحك عن جديد وأهلا وسهلا. شكرا، يسعد صباحكم. شكرا. يسعد صباحك. بس هيك معلومة أخيرة، عرفت أنه مثلا في حيط بالبيمارستان النوري، قال إذا حطيتي إيدك عليه ودعيتي أغلب الدعاوي بتكون مستجابة. هاي من المعتقدات القديمة اللي بيحكونا عنها، فشو رأيك بهالكلام؟ أنا برأيي الخضرة والمي اللي موجودة والآيات القرآنية اللي موجودة بالمبنى هي كفيلة بالعلاج، مو الحيط. شكرك كثير لوجودك معنا. شكرا على معلوماتك القيمة. بنشوفك أكيد بحلقات قادمة. شكرا.